يا شمس قومي ونوري وتحرري من السحاب الغميق لتيأسي وتستسلمي اتكلمي قدام عينيك الطريق لي قلت اه والكل ده مليون حياة في لحظة شروق الحلم احنا بنزرعه والارض بور ومن الدموع نسقي الفروع والنور يدور والحب ده شجر الخلود شمس الوجود واحنا يا صحابي أيوة بحبكم في شمسكم وظلكم كتر الكلام والمنظرة وبعلمكم وبجهلكم يا صحابي أيوة بحبكم في شمسكم وظلكم كتر الكلام والمنظرة وبعلمكم وبجهلكم وانا حضن بيسع الجميع في الربيع وبقول لكم الحلم احنا بنزرعه والارض بور ومن الدموع نسقي الفروع والنور يدور والحب ده شجر الخلود شمس الوجود واحنا لازم انام انا قوية انا شجاعة بعدين كل حاجة تمام ايوه كلهم كويسين بابا كويس صباح كويسة وأنا كويسة نامي بقى نامي
عارف تشوف الساعة بس كده برضو الشمس. فريدة قالت لك كده برضو؟ فريدة قالت انت اللي بتحلي مشاكلك. انا اللي بحلي مشاكلي. عشان الست قوية. تسلم ايديك يا ماما. فول البوطة ده ماركة عالمية مسجلة. تسلم لي يا حبيبي ويسلم لي كلامك الحلو. الدور والباقي على اللي بياكله كل يوم سلام. وعمره ما قال لي كلمة حلوة. شكرا. طب انا هشهدك. تعالى لنا بقى في يوم غير اليوم اللي انت بتفات فيه عندنا. وجرب انك انت تاكل الفول ده مرة، مرة واحدة في حياتك، والله تعزل على روحك وتنط من الشباك. يا راجل انت حرام عليك. والله يا هشام انا نفسي تيجي تقعد معانا هنا بدل وجع القلب والشحطاطه دي. بس انا كده مستريح اكتر يا ماما. وانا مش هبطل اقول لك انك لازم تيجي تقعد معانا. انا عارفه انت بتاكل ايه ولا بتلبس ايه وانت لوحدك. يا ماما كبرت مش صغير. ولما انت بقى مش صغير يا عم الكبير قول لي بقى مفيش اي حاجه في السكه؟ ايه ده هو باين عليا كده؟ عيب عليك ده ابوك يا عيب. ما تستهبلش يا ولا عروسه يعني. لا مفيش. بعد المرحومة مش عارف اجرب نصيبي تاني. هي مرة واحدة كفاية. انا عايز ابقى جد، عايز افرح اشيل احفادي في ايديا. يا اخي حرام عليك، ده انت اخر راجل في العيلة. والله العيلة بعد كده هتنقرض. يا هشام احنا مش بنهزر، انت لازم تتجوز وتخلف، دي سنة الحياة يا حبيبي. ايوه يا ماما بس ده نصيب، سيبيها على ربنا. وربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. بص بقى يا واد انت، انت يا تتجوز يا تيجي تقعد معانا هنا. انتوا متفقين عليا انتوا الاثنين صح؟ اه. طب هتجوز. شوف الولا. بص بقى انا هريحكم انتوا الاثنين، انا هتجوز إيه؟ واجيب عيل صغير العب بيه والبسك انت في الجيش، ايه رايك؟ جبت لنا كلام. انت سمعت عن الكياس البلاستيك يا حلو؟ ايوه يا فندم. فيها حاجه؟ يلا يا كريم بقى عشان نتاخر. حاضر. طب انا هروح لمريم علشان دي عايزه لها سنه على ما تخلص. لا 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 استني اي لحظه، استني عشان عايزك. عايزه ممكن تدي الورقه دي النهارده لمريم وانت في المدرسه؟ فيها ايه الورقه دي؟ مالكيش دعوه وعلى الله تفتحيها. لا انا لازم اعرف. لا بطلي غلاسه. ممكن تديها لنا؟ انت بتحبي يا حلوه. بقول لك ايه؟ ما تفتحيهاش. فكر. غلاسه بشكل مش طالعه لك يعني. على الله تفتحيها. بحبك بحبك، ما تيجي نتقابل بعد المدرسة؟ يحيى بحبك بحبك، ما تيجي نتقابل بعد المدرسة. وانا موافق. لا هو انت فهمت غلط. لا عادي فهمت صح. على فكرة بحبك 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 وبموت فيكي ومن زمان، وتعالي نتقابل وانا اللي عايزه. يا نهار اسود. نهار اسود ليه؟ الحب متبادل ما بين الطرفين، واي نوت. صباح الخير يا سيح. ازيك يا ابو نسب؟ ازيك يا سيدي؟ مريم جهزت ولا لسه؟ اصل مريم عندها ميعاد وهي على ميعادها، هخش اناديلك عليها. ماشي يا مريم. بيت يا مريم. بقول لك ايه؟ اول ما تخرج تدي لها جواب على طول ماشي؟ جواب ايه؟ جواب بقى في ايد يحيى. ايه؟ يحيى؟ يعني انا المفروض اجري ولا اعمل ايه؟ تجري ليه؟ يحيى افتكر انا اللي كبهوله. يا شيخ الحمد لله وقعتي قلبي فيه. كبهوله انت؟ انت عاجبك كده يعني دلوقتي؟ قال لك ايه طيب؟ قال لي ان قلبي كان حاسس ومستعد نتقابل بعد المدرسه، وقال لك يا ابو نسب وانت ما خدتش بالك. انا ابو نسب؟ اه. يا نهار اسود ومنيل. انا النهار اسود، المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ تلاقيش انا اتصرف. تعمل ايه يا كريم؟ تعمل ايه يا واد يا كريم؟ رفض الجواز؟ طب ما اسهل. يا غلاستك يا شيخ. بجد؟ انا مش مستريحه. العدد ده لحد دلوقتي مش كفايه. ما تهدي يا سلمى بقى، في ايه؟ وعلى فكره الميعاد اللي اتفقنا نتقابل فيه لسه فاضل عليه ربع ساعه. وبعدين ما هي معظم دفعتنا موجوده اهو. يا بنتي دفعتنا مش كفايه،
بعدين اصلا المشكله دي مش خاصه بدفعتنا احنا بس، كل الخريجين عندهم نفس المشكله. واحنا لو ما وقفناش من دلوقتي ضد القرار ده هيعدي زي ما كل حاجه في بلدك بتعدي. ما تقلقيش يا سما، ان شاء الله كل الدفعات هتنضم لينا، بس احنا نوضح مطالبنا ونطلبها بشكل متحضر ومحترم. واقول لكم على حاجه كمان، احنا نقدر نضم لينا طلبه دراسات عليا. الحوار شكله هيكبر يا معلم على الاخر. الكلام ده مش حاجة الدكتور سيد خالص. دكتور سيد؟ ومين يا ابني اللي هيقول للدكتور سيد اساسا؟ يا عم انا هقول له. انت هتقول له؟ يا عم دي في الاول وفي الاخر كليتنا ولازم نحافظ عليها من العيال المخربين دول. انت بتتكلم صح. قشطه يلا بينا بقى. يلا بينا. بص ولا واحد من اولياء الامور هيقول عليكم ايه ويشوفك كده عماله ترقصي وتغني، يبقى شكلنا ايه دلوقتي؟ بس مش عايزه اسمع ولا كلمه فيك. وانت باباكي شغال فين؟ بابا وماما متوفين. وسعادتك بقى جايه المدرسه عشان تتعلمي ولا عشان تطلعي رقاصه؟ مش عايزه اسمع صوت. لا جاي اطلع رقاصه. بس كده كده. طب يلا اطلعي بره وما تجيش المدرسه هنا الا وانت معاكي ولي امر. بره احسن. بره يا دكاتره المساله ما بقاش ينفع يتسكت عليها. النهارده مجلس الوزراء اصدر قرار بانشاء كليه طب بيطري جديده في جامعه من جامعات الصعيد. انتوا عارفين يعني ايه كليه جديده؟ يعني طلبة جداد، يعني خريجين جداد، يعني عاطلين عن العمل جداد والاسم دكاترة. يعني احنا بعد ما نتخرج مش هيبقى في تكليف؟ يا دكتورة التكليف موقوف من 94، يعني بقاله 20 سنة. يا جماعة المفروض التنسيق يتعمل على أساس حاجة سوق العمل، مش يبنوا كليات وخلاص عشان يغزوا العين. أنا مامي لو عرفت إني بعمل مظاهرات ممكن ما تجيبنيش الجامعة تاني. يا فرحة مامي بيكي أنتي قاعدة جنبها بعد ما تتخرجي مستنية العدل. على اساس ان القعده اللي احنا قاعدينها دي هتنفعني بحاجه قدامي يا دكتوره. يا دكتوره احنا بنعمل حقنا اللي بيكفله القانون. يا دكاتره احنا ان شاء الله هنعتصم بشكل سلمي على سلالم مدرج المحاضرات، ولو ما اهتموش بمطالبنا هنعتصم جوه مكتب العميد حتى لو وصل بينا الامر اننا نضرب عن الدراسه. احنا كلنا معاكي يا سلمى. كلنا معاكي. انيسه سلمى، ممكن تشرفي معايا عند مكتب العميد؟ ليه يا دكتور؟ باللي انا شايفه وسامعه أكيد ليكي مطالب. مش ليكي مطالب؟ مش لوحدي، كل الطلبة دول معايا. أيوة يا دكتور، كلنا مصرين على مطالبنا يا دكتور. يا إما التكليف يرجع لطلبة الطب بيطري، يا إما ما تاخدوش دفعات جديدة لا السنة الجاية ولا اللي بعدها. ما هو بصراحة بقى يا دكتور المشرحة مش ناقصة قتلة يعني. يا شباب يا شباب، أنتوا قريب قوي هتتخرجوا، هتبقوا دكاترة والمفروض إن أنتوا تكونوا منظمين في أي حاجة بتعملوها. هو مين اللي منظم الوقفة دي؟ أنا يا دكتور. خلاص أنيسة سلمى تتفضل معايا عند مكتب العميد وتشرح له وجهة نظركم وطلباتكم، وطبعا ما ينفعش ان انتوا تطلعوا كلكم مره واحده ولا ايه؟ لا انا مش هسيبك لوحدك يا سلمى، انا جايه معاكي. أنيسة سلمى اتفضلي معايا. ما تقلقوش يا جماعه، انا ان شاء الله هنقول لهم مطالبنا. خلاص ادي قاعده بقى لحد ما تنزل ونشوف. كله يقعد يا جماعه، مفيش حد يمشي، كله يقعد يا جماعه. يا ماما يحصل عشان نفوز على المطالب. ايه حكايتها دي بقى؟ دي سلمى يا دكتور من الثوار الاحرار. دكتور من فضلك انا كنت لو سمحت ما تتكلميش من غير اذني يا انسه، انت هنا طالبه وبس، والشغب اللي انتوا بتعملوه كل يوم والتاني ده بيجي على دماغنا احنا، وفي الاخر لو اي حد فيكم حصل له اي حاجه بيقول ان احنا ما عرفناش نحميكم. دكتور بعد اذن حضرتك انا مش بعمل شغب، انا بعبر عن اراء الطلبه. ودي طريقه متحضره تعبري بيها عن اراء الطلبه؟ تشوحي بايديكي؟ شفت يا دكتور بتشوح بديها ازاي؟ يا بنتي انا وانا في سنك كنت ما اتكلمش في وجود والدي الله يرحمه خالص، ده ادب وتربيه. يا دكتور انا من حقي كطالبه اني اعمل وقفه احتجاجيه اعبر فيها عن رايي على الحاجات اللي بتضرني. جميل، لو هنتكلم بقى في الحق انا كمان من حقي. ممكن كرنيك؟ كرنيك يا سلمى.
اتفضل. اتفضل يا من حقي فصل اي طالب يحاول تعطيل المحاضرات او تعطيل العمليه الدراسيه، وانت عشان خاطر زي بنتي اكتفيت بفصلك اسبوع واحد. اتفضلي. شكرا يا دكتور. بقى سيادتك اللي بلغت. لا والله برافو عليك. لا لا ثانيه واحده يا نسا، انت فاهمه غلط على فكره. ده ايه حكايته ده يا ابني؟ لا ثانيه واحده، على فكره انا مش طالب يا فندم، ده الاستاذ حازم عبد العزيز المعيد الجديد المنقول عندنا في الكليه. اه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. دريان البالمولار البالمولار تراتا تراتا، طب مخي يضرب ليل نهار تراتا، اللي يشرب كودا فين مش هيعرف هو مين، طب صايع وابن معلمين هو اللي هيصه وكتب فار كتب فار كتب فار، يلا بلبع كباسيل تراتا، ايش ينوفا ميجرانيل تراتا، طب يلا بلبع كباسيل ولا يعيا. عيال فعلا اصدقاء سوء سوء. طب خد خد يا اخويا، خد يا عم. راح فين على الصبح كده؟ البلاي ستيشن لسه ما فتحش. مفيش يا زميلي، راح الكليه افهم اولي من اخري، بدل ما اخر الترم الاقي نفسي شايل. الحق، قال لك كليه واخر ترم يا ابو، احنا مديناك الكليه عشان تراوش كده وتظبط نفسك، ولا عشان تروح تجيب شويه كتب بقى وبقى عزيز وتجلد كشاكيل؟ كشاكيل ايه اللي جلدها ياض يا كبانش منك له، وانا لسه في ابتدائي ياض. كبدة عم رمضان، عمهم 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 حبيبي، تعالى خلاص يا عم رمضان، عم رمضان عم رمضان حبيبي القلب، حبيبي القلب، حبيبي القلب، اديني حط حبيبي صباح بينقط احلى مسا حبيبي، ونبقى بالراحه عليا حبيبي عم رمضان. ممكن اسيب عندك الكتب واخد منك كبده والحساب يجمع؟ ماشي بس متاخرش، لو اتاخرت الف بيهم الكبده. لا انا عارف ان انت راجل جدع وعمرك ما تعبك كده حبيبي. حبيبي يا شبح، حبيب قلبي، خد يا ابني. باي باي يا عم رمضان. باي يا عم، كان قدامك منه ايه؟ بقول لك ايه، عشان انت صاحبي 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 واخويا، عامل معاك واجب عمرك. بص يا شي، شايف دي بترقص ازاي؟ اهي اهي شايف، يلا ركز معايا. قلت لك والنبي يا يحيى ما تروح الجامعه النهارده، هو التدخين مدرب الصحه؟ بس هي رقصت. بس بص الاول، اي بس اقول لك على حاجه، احنا ممكن نعتبر ان عشان النهارده الثلاث فالكليه قافله. ايوه يا زميلي ده بيحصل. روح على حاجه بقى، فكك من الهري ده كله، تعالى معايا بقى عشان عايزك في مصلحه. انما ايه؟ قشطه. اسكت، مش قشطه اتجوزت وخلفت كفاءه، وكفاءه راح في خناقه، ولا انت ما درتش؟ ايه ده، وكفاءه مات يحيى؟ اه بسبب بالمرار، اصل هو مضر قوي. البالمولار البالمولار بابا. رضبت الشنطة الصباح؟ أيوة يا نور بيه، بس العلبة دي كانت في جيب الجاكت، معرفتش إذا كنت أسيبها في الجيب ولا حضرتك عاوزها برا الشنطة. دي هدية كنت جايبها لحد تاني، بس ما تجيبيش سيرتها الشمس. طبعا يا نور بيه، من غير ما تقول تأمرني حضرتك بحاجة تانية؟ شكرا يا صباح. طيب الفطار جهز تحت، وزمان شمس سبقتك. طب اتفضلي اقعدي معاها وانا حاسبكم بعد شوية. حاضر. وسلمى معاهم مفتاح وانا لا، اديني هفضل ملطوع على الباب لحد ما يحيى باشا يرجع. ايه يا مريم؟ في ايه يا بنتي؟ ايه ده، ايه الدوشه والخبط ده؟ في ايه يا ماما؟ ما انا اصلي جيت بدري وشكلهم مش جوه. الله، وانت ايه اللي جابك بدري؟ ما اصل كان في رحله النهارده فمشونا بقى يعني نص يوم. طب اشمعنى ايه ما جاتش؟ لا
ما هي آية في فصل تاني، والفصل تاني ده ملوش رحلة، احنا بس يعني. وانت معكيش مفتاح؟ لا معايا مفتاح، انا كبيرة عندي كل حاجة، بس هو الصبح الظهر وانا بلبس يعني كنت مستعجلة وكده فنسيته جوه. طب تعالي اقعدي معايا، تعالي عندي تحت. يلا. مفيش حد خالص غير استاذ ربيع. استاذ ربيع تحت؟ آه. طب انا ممكن استناهم. لا 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 لا، ليه؟ تقعدي كده وترتاحي. اغسلي وشك. مش ده مستنيكي. اه يا منى. يا حبيبتي دول كلهم يومين وراجع على طول. المهم بس تقولي لفوزي يفتح عينيه كويس. اه منى بقول لك ايه؟ كلمي سوزي، قولي لها انا هفوت عليها اول ما ارجع. اوكي. باي. So you like it here? Yes, it's very nice hotel. We like it so much. Good. Did you try our spa? Yes, yesterday we tried the massage. It was very good, excellent. Oh, great. I'm glad to hear that. Yeah, okay. Nice. I hope you have a nice time. Yes. Thank you. Excuse me. Bonjour, toujours. Bonjour عليك يا عمر. كل سنة وانت أحلى حبيبتي. ها؟ انبسطتي امبارح؟ جدا 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 جدا. مش عايزة أقول لك انبسطنا ازاي. بجد يا انفين كانت ناقصاكي، بس عارفه انا النهارده هنبسط اكتر. يا رب دايما حبيبتي. قولي لي هتعملي ايه النهارده؟ هجيلك هجيلك واشوف البحر والهوا. نو واي. يس واي. يلا حضري نفسك بقى عشان ما تطنشيش الهديه بتاعتي. احلى واغلى هديه لاحلى شمس. ببوسك لغايه ما اشوفك. يلا باي. باي حبيبتي. القمر بتاعي كان بيكلم مين وفرحان قوي كده؟ شمس جايه النهارده. واو، تعرفي انها وحشاني قوي؟ وانا كمان. بس اكيد انت وحشاني. بس بقى. بونجور با. بونجور. متاخر عليا 10 دقايق حبيبي. خلاص يا حبيبتي اغسميهم من مرتبي. احنا متفقين ان اليوم ده بتاعي انا بدل امبارح. امبارح كان عندك شغل، النهارده اليوم كله ليا انا لوحدي. انا وال ايه بولكا الكعكه دي؟ دي حاجه كده يعني. ايه ده؟ ممكن افتحها؟ اتفضلي. واو، لمين ده؟ مين كان عيد ميلاده امبارح؟ با انت عمرك ما جبت لي هديتين. واحده عندنا كام شمس؟ اتنين. لسه فاكره؟ كنت بقولها لك وانت لسه صغيره. طبعا يا با، كنت دايما تقول احنا عندنا شمسين، شمس للناس كلها وشمس بتاعتي انا بس. لا مش معقوله تليفونك، احنا لسه في اول اليوم. ده بيفضى بسرعه قوي يا با، لازم تغيره ان شاء الله. نمتي كويس يا حبيبتي؟ مش قوي. ليه كده يا شمس؟ يعني با انت عارف ليله السفر غصب عني بيجي لي قلق. بس نمت ساعتين ثلاثة. أنا هطلع قدام حاجتي والبس بسرعة. ميرسي يابا. اوكي. أيوة يا حبيبتي. لا لسه هنسافر دلوقتي. هكلمك من هناك. وأنتِ كمان وحشاني. يلا يلا بقى قبل ما الشمس تيجي. باي باي يا حبيبتي. نزلي هانم. صباح الخير يا صباح. صباح النور. نور بيه موجود؟ ايوه موجود، اتفضلي. ادي له خبر. نور بيه، في حد بره عايز يقابل حضرتك. مين ده اللي يجي من غير ميعاد؟ نازلي هانم، والدة عماد بيه. نازلي هانم. يا
اهلا وسهلا يا نازلي هاني، شرفتي. اهلا اهلا. انا ممتنه جدا لذوق حضرتك، وعلى الله ما اكونش سببت لكم ازعاج بالزياره المفاجاه دي. بتقولي ايه يا فندم؟ البيت ده بيتك. الدخله دي انا عارفاها كويس. بصي بقى، اتفقنا هنسافر مع بعض، يعني هنسافر مع بعض. هو انا يا بنتي جبت سيره السفر في حاجه؟ جايه معاكي طبعا حبيبتي. بس ايه، في حد تحت عايز يقابلك، ومن فضلك من غير عصبيه. حد مين؟ نازلي هاني. جايه ليه هنا؟ تعبى نفسها ليه؟ هي مش قالت لو طلعتي هجوزه تاني يوم؟ انا مش هضيع وقت حضرتك، انا هدخل في الموضوع على طول. عماد عاوز يرجع لشمس. اذا كانت حصلت مشكله بيني وبين شمس اتسببت في الانفصال، فانا النهارده جايه لغايه عندها اعمل لها اللي هي عايزاه. يا فندم، شمس بنتك قبل ما عماد يكون ابنك، وجودك هنا يدل على سوء حضرتك. وانا نفسي اعمل حاجه كويسه لعماد قبل ما اموت، وانا عارفه انه روحه في شمس. ربنا يديكي طول العمر. انا طالع لشمس هقول لها وهي هتنزل على طول. ربنا يعمل لك الخير. اتفضل حضرتك. اهدي يا بنتي اهدي، معلش ما فيهاش حاجه. لما تنزلي تقابليها دي برضه في بيتك. في بيتي؟ اقربيني قوي. انا لما كنت في بيتها كنت معايا، شفت عملت في ايه؟ شفت حصل ايه؟ ايه اللي جابها؟ ايه اللي جابها؟ عن اذنك يا صباح، سيبينا خمس دقايق. يبا من فضلك يبا، تعرف انا حصل لي ايه وعملت فيا ايه؟ كفايه. الست اللي تحت ملهاش اي علاقه بالست اللي انت بتتكلمي عنها، هي في موقف ضعف، وانا ما ربيتكيش على انك تتعالي على اللي اضعف منك. دي قالت ان انا مش متربيه اصلا، ان حضرتك ما ربيتنيش، قالت كده قدامك، فاكر ولا لا؟ انا عايزك تهدي وتقابليها وانت متماسكه. أنا قلت لها إنك نازلة حالا. حاضر 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 حاضر. قهوتك يا نازلي هاني. ميرسي يا صباح. وحشتينا، نورتينا النهارده. ميرسي يا صباح. ميرسي. العفو يا هانم، شكرا. حالا دلوقتي شمس تيجي. شمس نازلة حالا يا فندم. ميرسي يا نور بيه. ميرسي. على مهلها على مهلها. فريدة،
الحقيني نازلي جت هنا البيت. ايوه جت البيت مش عارفه عايزه ايه. انا تعبانه تعبانه قوي، جسمي كله بيترعش. ما اقدرش استنى خمس دقايق، لازم انزل لها. ساعديني ساعديني، قولي لي اعمل ايه اعمل ايه. خليهم يعملوا فنجان قهوه للهانم بدل الابره. حاضر، شيل يا محمد الفنجان ده واعمل واحد تاني. أنا ممتنة جداً ليك يا نور بيه، وحزينة من موقف شمس. أنا تصورت إن وجودي معاكوا هنا النهاردة هيعمل حاجة أو هينهي المشكلة، بس للأسف هي ما قدرتش. يا فندم كلها خمس دقايق وهي هتنزل. أوكي أوكي ماشي ماشي. أنا كويسة أنا كويسة أنا قوية. أيوه أنا ست قوية. أنا ست قوية. هنزل قابلها. أيوة هي في بيتي. أنا كويسة أنا كويسة. ازيك يا شمس؟ ازيك يا حبيبتي؟
قلت لك يا نور بيه هي مش عاوزه تقابلني. عن اذنكم خلي حضرتك مرتاح. اتفضلي يا هانم. العدل ساكن في العينين وفي الحنين والكتف جنب الكتف مال الشمس فين وانا بدور في حيكم قدام عينيك الطريق ليه قلت اه والكل ده مليون حياة في لحظة شروق الحلم احنا بنزرعه والارض بور ومن الدموع نسقي الفروع والنور يدور الحلم احنا بنزرعه والارض بور ومن الدموع نسقي الفروع والنور يدور والحب ده شجر الخلود شمس الوجود واحنا البشر